لكم جوج ارقام ديال التليفون، دخلوا اللي بغى تطلب شي حاجه دوز عندي الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. درت هذا الفيديو البنات باش نوريكم جميع الموديلات بالأثمنة ديالهم، لحقاش بزاف ديال الأخوات كيصيفطوا ليا في الانستغرام أو في التعاليق سعيدة بعدا فين جا المحل. كنقول لكم المحل البنات وقلتها في الفيديو، ورغم ذلك كيجيني السؤال. أنا غادي نكتب لكم التليفون في الفيديو ونكتب لكم أحسن العنوان اللي هو شارع جيش الملكي قصرية الصافي في الطبق الثاني محمدية، وغنوريكم الموديلات بالأثمنة ديالهم البنات. كيف كتشوفوا هاد الجليبة هادي، شوفوا الخدمة ديالها، غزالة البنات غزالة، 150 درهم. بديت لكم بأرخص أرخص أرخص بياسة عندي في المحل. هادو عندي فيهم أربعة ديال أربعة، ونتناسي هاد مية وقيلا جوج، بقاو عندي فيهم ستة ديال البياسات. بالنسبة لي طاي كاينة الال والإكس ال، ولكن الال بانت لي يلا كتلبس الام، والاكس والاكس ال بحال الا كتلبس الال، يعني واخا حاطين فيهم لي طاي، هذه دابا اللي لابسه انا راه اكس ال. المهم غادي ندوز لكم الموديل الثاني ان شاء الله. شوفوا لي هذا الموديل البنات كيجي غزال 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 كيف كتشوفوا. هذا خدمه تاع المعلم، مخدوم بالبرشمان، مخدوم بالبرشمان. هذه هي الزواقه ديالو. هادو البنات دايرين 350 درهم، ولكن الثوب غزال رائع الخدمه ما نقولش لكم. وفيه فيها لي طاي، هذه عندي فيها لي طاي وفيها احسن لي كولور، كاين هذا اللون الحاجه راه حتى كتلبس عاد كتبان، كاين هذا اللون هذا وفيها هذا الماغون، هذا الماغون تاعو غزال في اللبسه. هادو هما اللوينات اللي عندي، كاين وريتو لكم، هادو هما اللوينات اللي في هادو ديال البرشمان اللي مخدومين بالبرشمان ب 350 درهم. غنوريكم دابا ان شاء الله موديل اخر اللي هو هذا، هذا اللي داير 250 درهم، نفس الثوب غير هي الخدمه اللي مختلفه، هذه فيها البرشمان هذه بلا برشمان. انا نصور لكم دابا باش تشوفوها. شوفوا لي هاد اللون البنات، غير هو انا كنلبس جلال كبار عليا، هذه راسها هي كبيره عليا. شوفوا الخدمه ديالها، شوفوا الخدمه، هذه البنات 250 درهم كيف قلت لكم. ونوريكم اللوينات اللي فيها، فيها هاد اللون وفيها عندي فيها حتى لي طاي، عندي فيها حتى 3 اكس ال، فيها حتى 3 اكس ال، فيها من ال من ال حتى 3 اكس ال. شوفوا لي هاد الزريرق هذا تاهو شحال غزال. عاد كاين هذا بلو جين، هادو هما اللوينات اللي فيها. دابا البنات غنوريكم جليلبات دو بياس اللي دايرين 350 درهم، كيجيو هما راقين في اللبس. انا غنصور نلبس شي وحده ونوريكم. وكاين هذا الموديل هذا، شوفوا كي داير غزال، الثوب طايح البنات، الثوب كريب طايح غزال. هذا الا قل العيالات ديال العمره اولا تكون معروض بحال هكايا، تكوني معروضه ورا الفطور عند ناسك، كيجي غزال والثمن جد جد مناسب البنات، 350 درهم. غنوريكم اللوينات فيها، هذا اللون كانت لبساته بنتي، راه كنت صورته لكم، فيه الكحل من الداخل، وعندي هذا اللون هذا ببرشمه واحده اخرى، حتى هو هذا اللون كيجي غزال في اللبسه، وكاين في الاحمر تاهو الداخل ديالو بالنوار، وكاينه اللي لابسه المانكان. انا غندور لكم الكاميرا، ندور لكم الكاميرا تشوفوا اللي لابسه المانكان في لوين اخر. هذا هو اللون الاخر اللي لابسه المانكان اللي في الرشيمه اللي وريتكم في الاحمر وفي لورانج، وفيها حتى الزويقة هكايا في ليديدات، كتجي حضاريه ومزيونه. شوفوا لي هذا الموديل البنات، وكنعتذر على التصوير، كنقولها لكم مره اخرى فيس مني. دابا ثاني فيديو اللي غادي نصور لكم بهذا التليفون هذا، كان الصباح انا كنضاربه معاه، ما عرفت ليش مره كيجي الضو مره كيمشي، ما عرفتش ما عرفتش لي باقي، ما بغاش نحفظ هذا التليفون هذا. كيف كتشوفوا هذا الموديل حتى هو كيجي غزال البنات،
وعندي فيه لي طاي وعندي فيه اللويناس كاع اللويناس ديالو غزالين واحد كينسي في الاخر. والثمن البنات جد جد مناسب 350 درهم. شوفوا كيفاش كيجي وما كيجيش طويل بزاف بالنسبه ليا. دابا انايا مع الطالون يلاه جاني نيشان، يعني الا كان شي وحده طويله بزاف راه ما غيجيهاش. كيف كتشوفوا عنده الحزام ممكن تحزموا به بحال هكايا من الفوق، من الفوق بحال هكا. كيف ممكن تحزموا لداخل، تحزموا غير لداخل بحال هكايا. كيف ممكن تخليوه بلا حزام، اللي غليظه وعندها الكريشه تخليه بلا حزام. كيجي غزال البنات. شوف غنوريكم لي طاي ديالهم. عفوا نوريكم اللويناس ديالهم. شوفوا لي هاد اللون كيحمق. هادي راه هادو عندي في اللويناس، مشاو ليا جوج تلوان اللي مشاو منهم. وكاينين هاد اللويناس عرفتي، لا في الصاله ديالهم ولا اللويناس ديالهم، داروا فيهم اللوينات وفي الصاله غزاله غزاله. وحتى اللي قصيوره يجيوها مخيرين، حيت فيهم لي طاي الصغار وفيهم لي طاي الكبار. شوفوا لي هاد اللويناس هادو وكاين هاد اللون هذا. والله ما عرفتش كيبان مزيان ولا لا، هاد اللون سوا كيحمق هاد اللون. وكاين الخضر ملكي اللي لابسه المانكا، انا هزاك كاين هاد اللوين هذا كيف كتشوف. لحقاش هاد الخضر ماشي هو هذا، هذا خضر ملكي، هذا ما عرفت ليه خضر وصافي. دابا غادي نصور لكم واحد الكيمونو اللي تاهما كيجيو رائعين في اللبسه البنات. بالنسبه لي كوموند البنات، بزاف البنات كيكومونديو ليا من الانستغرام. انا البنات كحاطه لكم التليفون، دخلوا لعندي الواتساب، غنحط لكم جوج ارقام ديال التليفون، دخلوا اللي بغى تطلب شي حاجه دوز عندي الواتساب. لحقاش في الانستغرام كيكون عندي بزاف ديال، كاين اللي كتصيفط غير ديك مبروك هذيك، يعني عندي الناس كثار في الانستغرام، فما كنلقاش اللي طلبت لي شي حاجه كنبغي نعاود نهضر معاها كنسى في، يعني كنقلب حتى كنعيا. في الواتساب من الاحسن، اللي عندها شي كوموند دوزها في الواتساب ان شاء الله ويكون غير الخير. والعبايات اللي بزاف 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 كيسولوا عليهم البنات، ان شاء الله واحد 10 ايام جوج سيمانات، ما نقدرش نعطيكم الوقت بالضبط حيت جاني عليهم الطلب بزاف وما بقاوش البنات. فان شاء الله يجيوني في الوقت وتلقاوهم موجودين ان شاء الله. راه كيف غادي يجيو، غادي نصورها لي نصورهم لكم في الانستغرام، حيت اليوتيوب شويه كيتعطل. نحطها لكم في الانستغرام سعيده فلوغ اوفيسيال. كيف غادي نحطها لكم، نحطها لكم حتى في الانستغرام جديد اللي غادي يكون خاص غير بلي زارتيكل هكايا ديال حويجات البلدي وهادشي ديال الامارات اللي هو سعيده شوب. دخلوا عندي الانستغرام البنات سعيده شوب، راه بنتي هي اللي غادي تبدا تواصل معكم ان شاء الله. لحقاش الانستغرام اللي هو سعيده شوب حاله في التليفون ديالها ان شاء الله، وان شاء الله تلقاو كاع اللي بغيتو ونكون عند حسن الظن ديالكم والهلي يحشمني معكم يا رب. كيف كتشوفوا البنات كاينين هاد الكيمونو هادو اللي كيجيو تاهما زوينين بحال هكايا، تلبسوهم مع الجين مع سبور اولا مع الكلاس كيجيو رائعين. كاين في هاد اللون هذا وكاين عندي في هاد اللون هذا اللي دايرين 250 درهم. شوفوا البنات انا غنوريكم اللوين الاخر كيف كيجي. هادو ما فيهم لا صديفات لا ما فيهمش صدف وما فيهمش لي شال، هادو غير بحال عبايه كيمونو عبايه كيجي رائع. كتشوفهم حيت كاين اللي كتقول لك صوري ليا مزيان. هما هادو عندي فيه هذا اللي فيه الغوز وهذا اللي وريتكم. كيف كي
كاينين هاد الموديلات البنات، راني صورتهم سمراني حطيتهم في الانستغرام، حطيت كاع اللوينات ملبوسين كاملين اللي هما هادو، راه حطيتهم لكم في الانستغرام ديال سعيده شوب. فدخلوا البنات وتابوناو عندي في الانستغرام ديالي اللي هو سعيده شوب، باش فيما نزلت ان شاء الله شي جديد تشوفوه ان شاء الله. وغادي نكتفي البنات بهاد الموديلات اللي وريتكم اليوم، وان شاء الله جاي الجديد باذن الله. وما ننساش البنات نوريكم المخاوير ديال الامارات، عندي هذا وكاين هذا وكاين هذا، مخور ديال الجوهره غزال هذا حتى هو. كيف كاينين لي بارفان ديال الشعر، هذا ديال الشعر، وكاينين هاد الزيوت العطريه، وكاين اللبان، كاين بزاف اللي غادي يبغي اللبان ديال الامارات. هذا جابته ليا بنتي من الامارات. كيف كاين لي بارفان، كاينين الرويحات اللي غزالين، ماهر اللي لقات اقبال كبير كبير، وكاينه هاد الشيخه ماهر راه دايره 350 درهم البنات، الشيخه دايره 150 درهم. هاد لطافه فخر لطافه دايره 350، وبديع عود دايره 350 درهم. وبالنسبه للوبان هذا داير 20 درهم البنات. وعاد كاينين رويحات اللي هما ديال برا، راني كنت وريتهم ليكم، كيف كاينين بوخور، كاينه مايكل كورس، كاينه فيرزاتشي، كاينه بوس، كاين هاد الديودورون ديال بديع عود حتى هي اللي هي غزاله، وكاين هذا راه درت ليها البنات غير 40 درهم، هذا ديال زيت ارغان اللي كنديروا به مساج لدياتنا ورجيلاتنا اللي كتكون عنده لابو فحال هكايا ناشفه وسنسيبل. وكاينين هاد البخور هادو، كاينين هادوك هذاك اللوراني معطر للجو بريحه العود، وكاينين هاد المخاور ها هما باقيين نسيتها ما صورتهمش، ان شاء الله نصورهم لكم مره اخرى باش الفيديو ما يجيش طويل البنات. استودعكم الله التي الذي لا تضيع ودائعه، خليتكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.